لما هذيك السنة سلطت الضوء على عيال كثيرة الإنجاب جيل جديد، تغيرت النظرة بالمجتمع. يعني صاروا إنه معقولة عندهم 8 أولاد وهيك قادرة كل يوم تلحق عليهم وترتبهم وعم يتعلموا وفي تحديات كثيرة، بس اتكالة على الله وجوزها وسيرتهم بالكنيسة مخليتهم يلحقوا على كل شيء. بينما النظرة يلي بنشوفها على طول إنه ولد ولدين وما بقى فيه ومن ملحقة وما بعرف إذا فريمان بيكون الإنسان منه ملحق أم لا، أما تعود على فكرة معينة. عم نغير شوي، نرجع الكونسبسيون، ما ضروري كل العيال تكون 9 و8، بس يكون في سخاء بالإنجاب، انفتاح على الحياة، ونقول عنا دور بالمجتمع، بدنا نكفي دورنا. إلى منزل فيليب ونيكول روش الكائن بالمنصورية وصلنا. بونجور، كيفك؟ تفضلي. استقبلتنا نيكول وتعرفنا على بيتها قبل وصول عائلتها. هيدا بيتنا، هيدا الصالون. هون قوت السفرة، هون المطبخ. هلا فرجيكم عقود اوض النوم. هون اوضتنا ورافقناها بجولة. انا هلا رايحة عند الكوافير، فيكم تفقوني؟ البداية كانت عند الكوافير، ومن ثم اتجهنا معها إلى السوبر ماركت. بونجور، بليز بدي أعمل الكوتبان بس. وعدنا لتحضير وجبة الغداء لعائلتها. كل يوم بحط الكاسات، يعني هي نوع هيدي صلاة، هي ترتيلة بتعطيني هيك قوة بقدر اشتغل بالنهار. هلا انا شخصيا بشريا بحب نام كل النهار واكل بوب كورن بس واحضر تلفزيون وما اعمل شيء صراحة، بس انه لانه فت بالكنيسة وعرفت قيمة المسيحية، يعني وقديش انه مهم المرأة المسيحية عندها دور، يعني والام يعني يكون ام وهيك. جد حلو واحد يخاطر مع الله، لانه خاصة هون يعني بلبنان وبغير بلدان، يعني ما بقى حدا عم بيجيب اولاد، يعني اسمها مخاطرة. ايه حقيقة مخاطرة، لانه يعني كيف بدي اقول، هلا عقليتنا وهيك غير عن قبل، فهلا بيقولوا لي انا مثل ستة. قال بنتها البالغة 4 سنين و4 أشهر لا تزال معها بالبيت، وأثناء تحضيرها للطعام بترقص معها. وصلوا الأولاد. ودق جرس موعد عودة الأولاد من المدرسة. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. وكان في داخل المنزل البنتين الكبرى والصغرى، مما بيعني انه نيكول البالغة 40 سنة من العمر وصار لها 16 سنة متزوجة من فيليب، عندهم 9 أولاد. الكبيرة بتبلغ 14 سنة والصغيرة 1 سنة و4 أشهر. فجأة ضجة حياة، هيك بينقلب الوضع داخل البيت بعد ما كان الهدوء سيد الموقف طوال فترة ما قبل الظهر. انت غسلت؟ غسلت ايديك؟ يلا تعطى نغسي. بعد الوصول الأولاد بيغسلوا إيديهم قبل التوجه إلى مائدة الطعام وتناول غداء مجموعين ل 11 شخص على طاولة واحدة.
تبانا السماوي نشكرك على النهار على الاكل على نيكول دائما بتهتم فينا عطينا انه يكون طعامنا نقبل مشيئتك ونعمل فيه امين امين. بعد الغداء جلسنا مع الاهل وحاولنا معرفه كيفيه تدبر امورنا اليوميه مع 9 اولاد في خضم الوضع الاجتماعي المتطلب اليوم. انا اللي اختبرته انه الاولاد العائله ما لنا بحاجه لكثير اشياء، بحاجه لشيء اساسي حضور الله فيها والحب بين البي والام. شو معناتها؟ في المثل اللبناني بيقول عد بساطك مد اجريك، نحن بنقولها بالابانه اعطينا خبزنا كفافه يومنا. انه انا اولادي بيقدروا يعيشوا بمعاش ان كان 100 دولار ولا 1000 دولار ولا 2000 دولار، انا بقدر اعيشهم بالكرامه المسيحيه. شو معناتها؟ انا الشيء اللي بهن بحاجه لإلو هن، انا بسعى اني امنني، بس اذا ما تامن بكون هذا تدبير من الله كمان. ما كنت فكر اني حتى اتزوج، ما كان هذا مشروعي، كان مشروعي اني اسافر من بلد لبلد، ايش مثل كل الشباب يعني، واذا بدي اتجوز يكون معي مصاري كثير، واذا بدي اجيب ولد، اذا بدي نقي الانسان اللي بدي اتزوجها بدها تكون بمواصفات معينه، وهذا كان البروجي تبعي، ويكون عندي حساب بالبنك، واكثر شيء بجيب ولد او ولد، هذا مشروعي. اما انا جربت كثير وسائل وكثير كتير اشي حتى ما يكون عنا اولاد، ولكن ربنا دايما كان يقول لي خلي ذكائك على جنب، خلي شطارتك على جنب، انا رح اشتغل. وانا بشهد اليوم انه الله من خلال الاولاد هالتسع اولاد اعطاني معنى حياتي، خليني احب نيكول اكتر. عم نعيش العناية الالهية. شو معناتها؟ بنعيش كل يوم بيوم، حتى كل نص نهار بنص نهار. في مره حدا بالشغل معي قال لي اكيد انت معك مثلا مبلغ معين نايم عليه. قلت له انا مستعد بكشف لك السريه المصرفيه، ليش شو بدي اقول؟ بدي اقول انه الحياه ما بتجي من المال عن جد. الحياه بتجي من كلمه الله اللي بعدها عم تخليني انا ونيكول لليوم مع بعض. جولة الصباح داخل البيت اختلفت عن جولة ما بعد الظهر بحضور الأولاد، فبعد الغداء كل ولد بيتوجه لإنهاء واجباته المدرسية. هون عند الصبيان بس إنه برضو كل واحد عنده طولته، يعني ما بيعذبوني يعني، وكمان إنه ما حدا بيسألني كتير أسئلة، يعني ماني قاعدة معهم على طول يعني بالدرس، أنا ببقى ركضة مع الصغار الثلاثة تما يجوا يزعجون يعني. شو صفا مش الحال الدرس؟ شهدت؟ خميس محمد؟ خميس؟ أنا صراحة بعد الظهر بكون عطلاني هم الحمامات، لأنه إذا ما ببلش بكير بنخلص الساعة 12 ووحدة يعني، فببلش بالصغار هلا أنا. قد إيه عبء عليك غراض وثياب وغسيل ونكوي؟ الغسيل ما شيء ما بيتصدق صراحة، إنه عن جد إنه في واقع صعب بالغسيل وبالهيدا يعني ما بيخلص، بضل فيه إنه كل يوم كتير كتير يعني غسيل. بالله كبير داخل هالعيلة، وبرأي نيكول وفيليب هو أساس استمراريتها رغم كل مصاعب الحياة.